يسعد لي صباحكم بكل خير وبركة يا رب. عملنا بقى ايه؟ شطبنا المطبخ ونظفناه وروقناه، وهنعمل بقى الغدا. فنسمي الله كده ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاكرين الفيديو اللي كنت عاملة فيه صينية السمك الخطيرة اللي بالتوابل الرهيبة دي؟ كنت جايبه، كان يعني في ده، فقلت لكم هشيله في الفريزر نعمله في يوم تاني اذا ربنا راضي يعني. فالحمد لله ربنا ايه ادانا العمر وهنعمله بقى. تبلته تتبيله السمك العاديه خالص، اللي هو الهريسه والثوم والكمون والكزبره والليمون والخل وكده، وحطيته في الدقيق وحمرته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت البصل مكانه بقى، ونعمل شويه رز صياديه كده. لو اول مره تشوفيني يا قمر يشرفني جدا ويسعدني اشتراكك معايا في القناه، وادعمي الفيديو باللايك. تمام. الرز الصياديه بقى، تحمري البصل اللون ده وتديله بقى ملح، كمون، قرفه، ومعلقه صلصه كده، ايه تصحصحيها كده، صلصه بقى برطمانات، اكياس انت عامله مخزنه طماطم مفيش خالص مش مشكله، هو البصل حلو بس ايه معلقه الصلصه بتدي لون حلو كده وطعم للسمك. نديله بقى الميه بتاعته القعد والرز نقعاه. وانا دايما اقول لكم احب انقع الرز جدا، ما بياخدش وقت على النار. بصوا انا خلاص كنت سقطته على في القعد اللي انتوا شفتوه ده، بصراحه ما كانش عندي مكعبات مرقه، بس عايزه اقول لكم طلع حلو جدا والله العظيم. يعني اللي فعلا ما بيحبش المكعبات ما يستغربش بقى، يعني عادي بقى بيبقى حلو. وصينيه السمك دي عايزه اقول لكم ان اللي فاتت اللي كانت قبلها بيومين كانت خطيره، ومن كتر ما هو كان حلو جدا عملناه تاني، هسيبها لكم في شاشه النهايه. اللي عايز الوصفه من اولها كده، بصي طريقه خطيره، يعني مقلي ولا بتقولي مقلي، بصراحه هو كانه مقلي بس من غير زيت بقى، وتحتيه شويه خضار كده وبطاطس وجزر وطماطم وبصل. عايزه اقول لك خطير، ومتبلينه تتبيله انصحك تشوفي الفيديو، هسيبه لك في شاشه النهايه. تمام. عملنا بقى والحمد لله اتغدينا، وربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. عايزه اقول لك السمك اللي شفته ده ب 60 جنيه، التاني كان اكبر منه شويه فكان احسن بصراحه شويه من ده. فهسيب لك الفيديو، شوفي التتبيله بتاعته وشوفي الخضار معمول ازاي في تحتي، تحفه تحفه يعني. عايزه اقول لك بجد هتحبي السمك. عايزه تغيري بقى المشوي، مش عايزه تقلي طبعا، المقلي تقيل جدا وزيت وكده، فجربي الطريقه دي بالخضار هتعجبك جدا ان شاء الله طبعا. واكيد بعد اكله السمك دي البوتاجاز لازم يستحمى، يستحمى يعني ياخد شاور كده محترم، كله يتصبن فوق وتحت بقى، والحوامل بتاعته والعيون. عايزه اقول لكم فعلا حموم يعني، شوفوا لازم، والكونتر بتاع المطبخ بقى واي سيراميك ممكن يكون طرى عليه نقطتين زيت كده ولا حاجه، بالفوطه كده وهي كلها صابون كده، لمعي وانت واقفه بسرعه كده عشان المطبخ يفضل نظيف، وتمنعي اي ريحه زفاره واي زيوت في المطبخ. تمام. طبعا خلاص احنا غسلنا مواعين الفطار مع بعض، فمش هنجيب مواعين الغدا بقى، انا هوريكم الحوض بس كده علشان ايه تتخضوا، بس مش هغسل معاكم المواعين خلاص كفايه مره. تمام. بس نصبن البوتاجاز كده، نكمل كده كله علشان ايه، ربما يكون ايه نقطه زيت هنا ولا هنا فيفضل البوتاجاز نظيف. بس كده عايزه اقول لكم الاكله دي والله العظيم بتدي سعاده رهيبه، وكمان ناس يعني بصوا السمك عليه كرفس، والكرفس بقى وبلحه جوز الطيب دي بتخلي السمك والقرفه والروزماري والزعتر وريحان، عايزه اقول لكم خلطه جميله كده جربوها. خلاص البوتاجاز كله خلاص كده، والكونتر بتاع المطبخ، الحوامل بقى تصبينه حلوه كده، قلت اشطفهم معاكم واحط الحاجات تصفي بقى كده، ويبقى خلصنا يومنا. ويا رب اليوم يكون خفيف عليكم، والفيديو يكون خفيف كده ولذيذ، وما اكونش تقلت عليكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، احنا خلاص قربنا على نص شعبان، فنفكر بعض كده ان شاء الله بالصيام الثلاث ايام، وان شاء الله صيام اثنين وخميس، وربنا يرحمنا جميعا يا رب ويحسن ختامنا جميعا، قولوا امين.
تمام. هنشطب بقى المطبخ، وبعد أكلة السمك ده محتاجين ايه؟ اكيد محتاجين كوبايتين شاي يظبطوا الدماغ كده. فهعمل انا حاطة كده الشاي، يعني بصوا هنعمل كوبايتين شاي بس بعد ما الم بقى الدنيا وارجع اركب المطبخ والحاجات دي. بس انا حاطة الحوامل بتصفي والعيون. تمام، لو عايزين اي حاجة تسألوا في اي حاجة هستنى تعليقاتكم، عشان ما احسش بس ان انا بتكلم مع نفسي كده. قولوا لي رأيكم، قولوا لي على حاجة نفسكم فيها هعملها لكم، وانا من عينيا والله هعملها على طول. حطينا بقى دول يصفوا كده على فوطة كده، والبوتاجاز بصوا بقى زي الفل ما شاء الله، والمطبخ بقى بيبرق خلاص كده. تمام، اقول لكم اشوفكم على خير، و ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. كانت معاكم أختكم ميرفت من يوميات ليدي، وأقول لكم تصبحوا على خير، وأشوفكم على خير إن شاء الله لو لنا عمر ولنا نصيب. مع السلامة.